من جديد طبعا برحب بك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت كان معايا في هذه اللحظات النجم فريق النادي الاهلي كابتن الكبير طبعا كابتن عمرو الجندي. كابتن عمرو طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وعايز ابارك لك طبعا على المباراه وعلى تاهل النادي الاهلي للنهائي من بطوله الدوري. مباراه صعبه جدا يا كابتن عمرو وكلمني طبعا على المباراه وعلى اداء لاعبي النادي الاهلي النهارده. اول حاجه الحمد لله مبروك لينا كلنا وبرحب بكابتن هيثم والناس كلها في الاستوديو. ماتش كان صعب، احنا عارفين الماتش الثالث هيبقى اصعب ماتش بعد ما كسبنا ماتشين، اكيد مش هيكونوا جايين عايزين يخسروا وعايزين يبقى حتى شكلهم كويس، فاحنا كنا مستعدين كويس وبدانا بدايه كويسه، بس بعد كده يمكن حصل لنا دروب شويه في الشوط الثاني، بس الحمد لله يعني كنا مش قلقانين خالص بعد ما طلعوا علينا ولعبنا بخبرتنا والحمد لله قدرنا نكسب يعني الماتش ونوصل في اللي احنا عايزينه ونخلص 3-0 عشان ناخد وقت اكبر راحه قبل ما نسافر البال، والحمد لله يعني ده يعني مصالحة الجمهور على الماتش اللي احنا خسرناه منهم على ارضنا، ده الرد بثلاث ماتشات الحمد لله. الحمد لله كابتن عمرو، ويمكن شفنا زي ما انت قلت فعلا المباراه مش سهله خالص بالاخص بالنسبه لهم لما طبعا مش عايزين يخسروا، يمكن ده بان من اول كوارتر كان في فرق طبعا ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وقدروا ان هم يرجعوا تاني للجيم وقدرنا احنا برده في نهايه او بعد يعني في الكوارتر التالت نرجع احنا كمان للجيم. لا طبعا هم فريق كبير ومعاهم لعيبه كويسه جدا ومعاهم لعيبه في المنتخب ومعاهم محترف على اعلى مستوى، كابتن وائل مدرب كبير، احنا عارفين من الاول احنا هنعاني والماتش مش هيخلص بسهوله، يعني احنا موتنا نفسنا وقدرنا احنا الميزه ان احنا ده في الشوط الثالث تقريبا هم جابوا فينا 11 بونت بس، دي ان احنا دافعنا كويس قوي في الشوط الثالث، هو دي كانت الميزه ان احنا ندافع ونفضل ندافع وربنا هيكرم، يعني في الهجوم عندنا حلول كتير فوصلنا ان احنا نكسب يعني الحمد لله. الحمد لله كابتن عمرو، برده عايز اسالك على رجليك برده، احنا شفنا في الباين في الكوارتر الثاني ولا الثالث؟ الثاني بس طمنا برده. الكوره اللي انا دخلت فيها خدتها فاول، عمر نزل تحتها اكيد غصب عنه بس رجليها على جال سبرين، بس احنا كان عددنا قليل جدا النهارده فحاولت على قد ما اقدر يعني ربطت رجلي وحطيت بنج ومسخن وكده والحمد لله انا قدرت اساعد الفريق باي حاجه، وان شاء الله تبقى حاجه بسيطه يعني وسبرين ان شاء الله ما يكونش جامد. ان شاء الله يا كابتن ويعني الف سلامه على حضرتك، وده دايما متعودين منه من عمرو الجندي يعني. الناس كلها والله رجاله وكله بيموت نفسه، واللي تعبان واللي شادد كيجو بطنه وجعاه جدا، في ناس كتير جايه على نفسها ايهاب مرهق جدا وكله بيموت نفسه عشان نفرح جماهيرنا، وان شاء الله يعني هدفنا الجاي الاول البال وبعد كده الدوري ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن عمرو، ده دايما اللي احنا متوقعينه منكم ومستنيين منكم اكتر واكتر، من طبعا لسه الدوري بيزداد صعوبه اتحاد فاينل، فطبعا مستنيين منكم انتوا تفرحوا طبعا جماهير النادي الاهلي زي ما متعودين منكم من الموسم اللي فات واللي قبليه كمان يا كابتن. ان شاء الله احنا خطوتنا الجايه البال ان شاء الله نسافر يعني يوم 20، هنركز الاول ان شاء الله نكسب افريقيا تاني للسنه التانيه على التوالي، وان شاء الله نحسم الدوري ان شاء الله الموسم التالت على التوالي، ده هدفنا ان احنا نعوض جماهيرنا بعد خساره الكاس ان شاء الله باذن الله. يا كابتن عمرو بشكرك جدا ومبروك تاني النهارده. الحمد لله ربنا يخليك. طبعا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شفت طبعا لقاء مع نجم النادي الاهلي كابتن عمرو الجندي، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم.